السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في درس جديد على قناة ومدونات زيمولي التقنية، بحيث سوف نتعرف على كيف يمكنك تشغيل الفيديوهات على هاتفك الأندرويد بدون تقطع، أي تسريع الفيديوهات على مواقعك المفضلة وعلى تطبيقاتك المفضلة. سوف نستخدم تطبيق سوف تجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. إذا ندخل إلى التطبيق بعد تحميله، ثم بعد ذلك هناك نسخة مدفوعة ونسخة مجانية، تختار ما تريد منها. أنا اخترت أنا النسخة المجانية. بعد الدخول إلى التطبيق نقوم بتفعيله هنا في الأسفل، سوف يوجهنا إلى المتصفح كروم. بعد ذلك يمكننا الدخول إلى المواقع، وسوف نلاحظ سرعة في الفيديوهات ولن نعاني من مشكلة التقطع إن كنا نعاني منها. ويجب أن أنوه كذلك إلى أنه يمكنك أن تستخدم التطبيقات كتطبيق يوتيوب، التطبيقات التي تشغل الفيديوهات طبعا بالانترنت، نحن نتكلم عليه في هذا الفيديو، بدون كذلك تقطع. لن تعاني من مشكلة التقطع حتى في هذه التطبيقات، رغم أنه قد أدخلنا إلى تطبيق جوجل كروم. فعل هذا التطبيق، ادخل إلى تطبيقاتك المفضلة الخاصة بتشغيل الفيديوهات، شغل الفيديوهات ولن تعاني من مشكلة التقطع. أنا لن أجربها الآن بطبيعة الحال لأنني أقوم بالتسجيل، لا يمكنني أن أشغل في نفس الوقت المسجل الخاص بتسجيل الصوت ثم بعد ذلك الفيديو، لا يمكنني، لذلك جربها وسوف هكذا سوف تستطيع تسريع الفيديوهات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إن أعجبك وأفادك فلا تنسى دعمي بالضغط على زر لايك، ولا تنسى مشاركتي مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، ولا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل ميزة الجرس حتى تتوصل بكل جديد أقوم بنشره على القناة. كنت معكم أنا إياد من قناة ومدونة زيمولي التقنية، دمتم في أمان الله.